السلام عليكم متابعي قناة الرياضية السورية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي توب 5. وبحلقة اليوم واللي هي الحلقة الخامسة من البرنامج راح يكون حديثنا عن أفضل 5 أهداف سجلها الغول السوري مارديك مارديكيان عبر مسيرته، سواء مع منتخب سوريا أو مع الأندية التي لعب معها. مارديك كيفورك مارديكيان هو لاعب كرة قدم سوري من مدينة اللاذقية، يلعب في مركز الهجوم. بدأ مارديك مسيرته مع نادي حطين، ثم لعب لعدة أندية عربية منها نادي العربي القطري والجزيرة والفيصلي في الأردن والشرطة في العراق، ويلعب حاليا مع نادي الحمرية في الدوري الإماراتي الدرجة الأولى. مارديكيان من نخبة المهاجمين السوريين، مهاجم متكامل قادر على استغلال أدنى الفرص لتسجيل الأهداف. وقبل ما نحكي عن أجمل 5 أهداف سجلها مارديكيان، ضروري نشوف مع بعض هذا الأسيست وهذا التصريح اللي أنا شخصيا بشوف أنه أغلى أسيست مع منتخب سوريا وأغلى تصريح صرحه لاعب مع منتخب سوريا. دخلت الدقائق الأخيرة وفزعت مارديك، حدثنا عن مشاعرك. أول شيء الحمد لله نقطة أحسن من لا شيء، يعني تأهل للملحق هذا بالنسبة لنا إنجاز كبير. نحن عم نلعب بروح وحدة، عم نلعب لسوريا، عم نلعب للشعب السوري، عم نلعب للأطفال والأولاد وكل العالم. الحمد لله على كل شيء هذا. والهدف الأول هو هدف مارديك مارديكيان مع منتخب سوريا في مرمى اليابان في مباراة ودية جمعت المنتخبين السوري والياباني، حيث جاء الهدف بعد عرضية مليمترية من عمرو جنيات أسكنها مارديكيان بالشباك اليابانية بالرأس بعد ارتقاء رائع. الهدف الثاني هو هدف مارديك مارديكيان مع نادي الجزيرة الأردني، وبالمناسبة الفترة اللي قضاها مارديكيان مع نادي الجزيرة الأردني كانت واحدة من أهم وأميز الفترات في مسيرته، حيث شاهدنا النسخة الأفضل من مارديكيان مع الجزيرة الأردني. الهدف جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها مارديك بطريقة مميزة وسجل هدف رائع، وإليكم تفاصيل الهدف. الهدف الثالث هو هدف مارديك في مرمى تشرين، حينها كان مارديكيان لاعبا لناديه الأم حطين وسجل هدف جميل وقاد فريقه للفوز بهدف نظيف في واحدة من أقوى المباريات في الدوري السوري وفي واحد من أهم وأشرس الديربيات السورية على الأقل في هذه الفترة. مارديك مارديكيان استلم الكرة باليمين، موه بطريقة ذكية وسدد باليسار تسديدة جميلة سكنت أقصى شباك حارس تشرين أحمد مدنية الذي وقف عاجزا عن صد الكرة. علي نتفرج علي نتسمع كل النوادي
الهدف الرابع هو هدف مارديك مارديكيان مع منتخب سوريا في مرمى غوام بعد فترة ليست بجيدة في مسيرة مارديك وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. عاد مارديكيان حينها بقوة من بوابة منتخب سوريا وتحديدا من بوابة مباراة منتخب سوريا ومنتخب غوام، وسجل هدفين في مرمى غوام في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. الهدف جاء بعد عرضية متقنة نفذها الظهير الأيسر خالد كردغلي، طار إليها مارديك مارديكيان بالتوقيت المناسب وعلى الطائر أسكنها الشباك. وإليكم الهدف. وصلت الثاني. لا 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 نحن على موعد، نحن على موعد المتعة مع السوريين أيها الكرام. منتخب سوريا يقول انتظروا المهرجان، انتظروا العروض، انتظروا اللمسات، انتظروا الافراح ولمسة من الطرف الايسر. خالد 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 وصلت الى مارديك مارديكيان. يا ولد يا مارديك، يا لمستك يا مارديك، كأس العرب. الهدف الخامس هو هدف مارديك مارديكيان مع نادي الحمرية في الدوري الإماراتي الدرجة الأولى. مارديكيان بعد فترة قصيرة أثبت نفسه كأحد أهم وأبرز العناصر في الفريق وأكثرهم حسما، حيث سجل مارديكيان هدف رائع من مقصية رهيبة على طريقة مواطنه السوري عمر السومة، وقاد فريق الحمرية لفوز مهم. توقيت الهدف اللي جاء بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة زاد من أهمية وروعة وجمال الهدف. وإليكم التفاصيل. ياسين عمر، ياسين، سالم سليمان، سالم سليمان يرفع الكرة، سالم سليمان خطيرة، نسر بن نسر قاسون، كم كنت قاسيا يا مارديك يا مارديك. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة الخامسة من البرنامج الرياضي توب 5. بتمنى كنت وفقت بتقديم هاي الحلقة وباختيار الأهداف، وبتمنى أيضا دعمكم اللي تعودت عليه على هذا الفيديو، لايكات، تعليقات، واللي حابب يشارك الفيديو مع أصدقائه شاركه. تقبل الله صيامكم ودمتم سالمين.